او فاهم اول مره اشوفه يتكلم كده. انت شايفه ايه؟ مش تعب ده الرؤى ده بجد لو كتير كتير زي ما قلت لك امبارح لما ما كنتش سامعه في ودني صوت فاهم بيضربني وانا بغني. لا بس هو فعلا فعلا طلع طلع حلو جدا. انا ما بسمع طلع واو انت ركوزاتك و فاهم تحس ان احنا مفصلين العرب مش مغنيين على قد اللي حصل قبل الهوا ما اعرفش ما شاء الله الله اكبر طلع ازاي حلو جدا بجد ده يعني. لا الحمد لله طلع حلو كتير 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 الحمد لله الحمد لله. انت ايه بس يا عيال خلاص خلصنا بس عندي الاسبوع ده بس يعني ملكش كيف بس شوف هتغني ايه و ما حد تعال هقولك شيء حسن فاهم والله اصلا مش طبيعي تستاهل يا ماما تستاهل روعه البرفورمانس روعه. انا لو اقول لك ان احلى مره غنيت في حياتي مش هتصدق. انا عمري في حياتي ما سمعت نفسي بغني بالشكل ده اللي غنيته ده. بصراحه عجبتني اليوم كتير اغنيه ولا زحطه ولا غلطه. انت كمان انت بس مش من احسن المرات بس انه واو انا في مجد الرومي كنت متخيله ان الموضوع اكتر نفس نفس يعني ما طلعش فاهم بالشكل الكاتاستروفيكي اللي كان على مصر او يعني مع اني كنت طالعه بالذات في تبريده عشان كنت واقفه على بلكونه عاليه فكنت متضايقه بس الحمد لله. كنت الى انا خرجت جي با كونتيني اي سي تري بيك كي فا تاريفي اوكي C'est tout, mais je vais partir. Ok, Brice, c'est comme ça. زعلان يعني فكرة ان رافائيل يبعد يعني فاهم برضو يبعد فجأة كده حاجة صعبة حاجة صعبة ما بيبقى فيه يعني خيالك في شغلة في شغلة بتطلع لا في شغلة بتحضر حالة قبل بوقت انه انا يمكن يفرق خيي شو بس صعبة يا مان صعبة بس انه كل ثانية يعني احنا كل يعني كلنا هنا قريبين لبعض بس يعني كل واحد مثلا فاهم بيبقى معتمد على نفسه بشكل كامل سواء في حتى نفسيا معتمد على نفسك بشكل كامل لكن هي ورافائيل كان جزء واحد حاجه واحده في الايفال بيفكروا سوا ما بيعرفش بيعملوا سوا وهم زعلانين بيزعلوا سوا بيتخانقوا سوا بيفرحوا سوا صعب انك تاخده منها فجاه كده في الضغط اللي احنا فيه ده كل واحد يعني محتاج حد جنبه فاهم يعني هلا لو رافائيل قول انه ايه كنت ارتاحت كان بكون مرتاح